طلع الشيخ عبد الله رشدي بفيديو بيتكلم عن خالد منتصر ونظرية التطور وداروين والنشوء والارتقاء، وانتقد النظرية وسخر من خالد منتصر بشكل أو بآخر وشبه كفره. هنعرج على بعض الأفكار ونشوف هل فعلا آدم هو أبو البشر ولا في آراء أخرى، وربما نشوف إيه اللي قاله الشيخ عبد الصبور شهيد. دي حلقتنا النهاردة. نبدأ حلقتنا. السادة المشاهدين أهلا بكم. طبعا نشوف الفيديو كده سريعا او مقتطف سريع، وهنحط طبعا اللينك بتاع الفيديو بتاع الشيخ عبد الله رشدي في الوصف ونعلق عليه. نسمع كده. الدين لانها بتقول ان ادم مش هو ابو البشر، وانما الحقيقه البشر اللي هو احنا الانسان دوت كان بيتطور. وبيقولوا تقريبا ان اول انسان عاقل فيما قرات، اول انسان عنده عقل وادراك عمره يعني من ملايين السنين، مش فاكر بصراحة قد ايه دلوقتي تحديدا، لكن عمره من ملايين السنين، اظن تقريبا 3 مليون سنة حاجة زي كده. يعني بيقولوا ده اول انسان عاقل بدأ ان هو يبرز الوجود. طب قبل ما يكون عاقل باربع خمس سنين مثلا يعني كان ايه؟ ما كانش انسان. ما هو الانسان ده هو الكائن اللي احنا العقلاء الموجودين دلوقتي. فهو باختصار شديد النظرية دي بتنفي ان احنا البشر متاخدين من ابونا ادم، وان احنا خلقنا بالولادة عن طريق ادم. بيقول لك لا، الكلام ده غير صحيح، وادم في الوسط كده وزقالك زق ايه نظرية داروين وعايزنا نقتنع بيها. طيب يا دكتور خالد، هو مش انت حضرتك المفترض حسب ما نعلم طبعا ان انت رجل مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب ازاي يا دكتور خالد انت مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والايمان باين في وشك وانا بشوف حاجة زي كده؟ ازاي ونور الايمان في وشك بتعظم في داروين اللي هو بينفي وجود الخلق؟ يعني انت قدرت تعمل دي ازاي؟ زي ما احنا شايفين طبعا، هو حتى مسمي الفيديو اسم فيه سخرية، مسميه التطور الطبيعي لخالد منتصر. يعني هو طبعا بيعلق على نظرية التطور وعلى اساس ان يعني النظريه بتاعه داروين بتقول ان الانسان اصله قرد، وان كان هذا الكلام محل شك يعني بشكل او باخر، ولكن هو حاطط العنوان بتاع الفيديو التطور الطبيعي لخالد منتصر. وطبعا ده في درجه من درجات السخريه، نتمنى ان الشيخ عبد الله يعني يترفع عن مثل هذه الطريقه. وقال من ضمن يعني قاله في الفيديو ان اول انسان عاقل عمره 3 مليون سنه، او يعني عده ملايين من السنوات. وقال له انت راجل مؤمن وموحد، او حسب ما نعرف، وبيقول على الشيخ على الدكتور خالد منتصر، حسب ما نعرف انك مؤمن وموحد والايمان باين في وشك او نور الايمان في وشك، وازاي انت تؤمن بنظرية داروين اللي هو ملحد او بيقول ان الامور خلقت صدفة. طيب دلوقتي انا هنستعرض بس كتاب مهم جدا اسمه ابي ادم للشيخ عبد الصبور شاهين. طبعا زي ما قلنا احنا الناس بناخد منهم ونرد، فطبعا الشيخ عبد الصبور شاهين بنتحفظ جدا لانه كان احد المشاركين في موضوع تكفير النصر حامد ابو زيد، او بمعنى اصح اللي هم رفعوا عليه قضيه للتفريق بينه وبين زوجته. ادي كتاب ابي ادم، قصة الخليقة بين الاسطورة والحقيقة. اعتقد انه الفه حاجة و90 تقريبا. وبيقول في الكتاب، طبعا اصدرته دار الاعتصام، وياريت تنزلوه موجود على النت بنسخة جيدة، مقدمة الطبعة التانية. بيقول الدكتور عبد الصمور شاهين، حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أبي آدم أحدثت من الدوي ما يحدثه سقوط صخرة ضخمة في بركة آسنة، وانبعث من قلب البركة أو المجتمع أناس يتصدون للكتاب ولمؤلفه، ظانين أن بوسعهم أن يخفتوا صوته ويخفوا أثره بالتشويش والتجريح، وعلم الله أنهم لم يكونوا يملكون فكرا قادرا على
استيعاب مضمون الكتاب، بل لقد يصدق فيه وصفهم ما ذكره المرحوم الكاتب الإسلامي مصطفى صادق الرفعي في وصف بعض خصومه بأنه يرى السماء صافية فيظن أنها قبة من الزجاج، وينظر إلى النجمة البادية فيرى أنها بيضة من بيض الدجاج. هكذا سمعنا خلال تلك الفترة جعجعة ولم نرى طحنا، وقد قذف وقع الصخر في البركة بعضهم إلى ساحات القضاء في أربع زخات متواليات، يعني معنى كده أربع قضايا رفعوا عليه، تولى كبارها رجل قانون ورجل تدين، يعني أزهري قانون ودين في نفس الوقت، قضيتان في المحكمة الابتدائية وأخريان أمام الاستئناف العادي والعالي، فلم يرقى الرجلان في قضاياهما سوى أحكام الرفض. وكان سندنا المهم في تلك المواجهة الشرسة ذات الأهداف الخفية تقرير مستنير أصدره مجمع البحوث الإسلامية وهو منشور في ملحق الكتاب، يقرر فيه المجمع أن الكتاب لا يحتوي على ما يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو ثابتا من ثوابت العقيدة، وإنما هو اجتهاد توفرت شروطه في مؤلف الكتاب، والمجمع قد يختلف معه في بعض النتائج التي توصل إليها، أو كما قال: أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدق رأس الأفعى الإسرائيلية اللابدة في الثقافة الإسلامية القديمة ممثلة فيما سمي بالإسرائيليات، وهي لا تعد أن تكون أساطير خرافية تسللت إلى الفكر الإسلامي وإلى عقل الإنسان المسلم فاعتمدها أئمة من أهل التفسير، ومن خلال تلك التفاسير سكنت في منطقة المسلمات من العقل المسلم، كلام مهم جدا، وهي في الواقع أفعى إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال ممن لم يعملوا عقولهم في تحليل نصوص القرآن، وممن لم يشعروا بالصدمة حين اتضحت من الأرقام المسافات الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة وتقديرات العلم لآماد ما قبل التاريخ وأبعاد الحياة البشرية. لقد خنقت الأفعى أفهامهم حين طوقت أعناقهم، ولابد لنا أن نلتفت أمامنا الآن، فنحن في مواجهة غارة إسرائيلية تحاول استخدام كل الوسائل لتخريب العقل المسلم المعاصر، وهي لا تكف عن ترديد الأساطير في محاولة لزعزعة يقيننا بأنفسنا. وطبعا نتكلم عن موضوع النهارده بتاعنا وحاجات زي كده الذي ينبغي أن نحتشد لمقاومة الإسرائيليين، يعني بل أننا نرى لزاما علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا العربي في فلسطين، ونجاهد ماديا، نتكلم عن فلسطين شوية. ولقد ابتلى العقل المسلم المعاصر، أو لقد ابتلي العقل المسلم المعاصر من قبل مدرستين لهما وجود في على الساحة، ولهما ضجيج مزعج، وقد آن أوان إخماد هذا الضجيج. أما أولاهما فهي المدرسة الخرافية، بيقول إحنا قدامنا مشكلتين: المدرسة الخرافية التي تتبنى الحكايات والإسرائيليات، وأما ثانيهما فهي المدرسة الحرفية، يعني في مدرسة خرافية وفي مدرسة حرفية يقصد حرفية النصوص، والتي تتشبث بالمقصور حتى ولو كان خرافيا، وهي المدرسة التي ترفع السيف في وجه أي اجتهاد بدعوى الخروج على قواعد اللعبة السلفية، والسلفية براء من كل أشكال الأساطير والخرافات، ولا مناص إذا أردنا للإسلام أن يتبوأ مكانا في عالم الغد أن يتم القضاء على هاتين المدرستين وآثارهما، فهناك تحالف بين الحرفيين والخرافيين هو الذي يعوق حركة الاجتهاد الإسلامي المعاصر. وكثيرا ما اختنقت آراء قيمة بإشاعة هذا الرعب، مع أن الإسلام يشجع على الاجتهاد ويعد كل مجتهد بالأجر ما دام لا يخالف ثابتا من ثوابت العقيدة، وما دام لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فلنجتهد ولتذهب الخرافية والحرفية إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. أم قشعم يعني إيه؟ يعني حاجة كده زي روحوا في 60 داهية يعني في اللغة العربية. حيث ألقت رحلها أم قشعم، يعني الناس بتفكر بالطريقة دي سواء الخرافية أو الحرفية يروحوا في 60 داهية، ده معنى كلمة رحلها أم قشعم اللي بيقولها عبد الصمور الشاهين في نهاية المقدمة الثانية. طيب طبعا الكتاب كبير وهو موجود على النت ونزلوه، اللي هو أبي آدم، وأنا حاطط عنوان الكتاب يعني صورة الكتاب على الشاشة قدامكم.
خلاصة الموضوع هو طبعا جايب حاشد آيات كتيرة جدا، جاب كل آيات الخلق اللي موجودة في القرآن الكريم بطريقة منظمة وأعاد تأويلها، واتكلم عن نظرية التطور. يعني نظرية التطور بتاعة داروين دي كانت البداية، وبعدين بعد كده الناس طورت عليها، اختلفت مع حاجات، اكدت حاجات. انما بالتاكيد الروايات الاسرائيليه او اللي في العهد القديم عن عمر ادم او عن بدايه الخلق، اكيد بالتاكيد انها مش هي الحقيقه الواقعه. هو اتكلم عبد الصبور شاهين ان الحياه يعني عمرها مليارات السنين، وان ربما بدات تنشا حياه، يعني قصدي الكره الارضيه او الكون ربما عمره مليارات السنوات، وربما من ملايين السنين بدأت تظهر حياة بشكل أو بآخر، سواء نباتات حشرات، وبعد كده بدأت تظهر أمور أخرى. هو طبعا بينفي موضوع إن هو إحنا والقرد من سلالة واحدة، ده موضوع إيه شكلي في التفاصيل، إنما إن الحياة قديمة قدم كبير جدا ولست هي عمر الإنسان العاقل اللي هو بيتحدث عن 35 ألف سنة. وكان على فكرة في مقابلة ممكن تدوروا عليها برضو في اليوتيوب، كانت بين زغلول النجار والشيخ عبد الصبور شاهين، كان بيديرها محمود سعد أيام برنامج البيت بيتك. هي زي ما قلنا الكتاب ده طلع في أواخر التسعينات، يعني ممكن في فين او حاجه زي كده، وكان في هذا اللقاء وبداوا يتجادلوا في فكره عمر ادم قد ايه. خلاصه الموضوع ان هو قال ان في حاجه اسمها البشر، ومش عارف موجودين في 31 ايه، وعندنا كلمه الانسان او البني ادم الانسان موجوده ربما في 62 ايه، وقعد يعيد تاويل النصوص. وخلاصه الموضوع وصل ان ادم له اب وام، يعني بعيدا عن الرواية اللي كل المسلمين يعرفوها اللي هو بيتكلم انها جاية من الاسرائيليات، وانهم اخترقوا التفاسير، ودي حتة مهمة جدا ان التفاسير اللي قدامنا مخترقة بشكل او باخر، وفيها روايات كتيرة جدا ربما منسوبة الى العهد القديم. فبيتكلم ان هذه الرواية يعني اعاد تأويل الآيات مرة اخرى، وبيقول ان كان في حاجة اسمها البشر، لان خلاص نظرية التطور وان كان في حياة قبل الانسان العاقل دي اصبحت لا محل للشك فيها. بس عشان الشيخ عبد الله يا ريت يطلع ويقرا. وفي ناس بتتكلم من مربع الايمان عن نظريه التطور، يرجع للحلقات بتاعه الشيخ عدنان ابراهيم اللي موجود في النمسا، على عامل حلقات كتير عن التطور. وفي عندنا هنا في مصر راجل مهم جدا اسمه الدكتور عمرو شريف، وبيحاول يواجه الالحاد، وعنده كتاب عن الالحاد، وعنده كتاب عن موضوع التطور اللي هو الانا تتحدث عن نفسها. وكان ليا الشرف ان انا قعدت معاه عده جلسات الدكتور عمرو شريف في موضوع مواجهه الالحاد وما شابه ذلك، وهو بيحاول يعمل ايه بالظبط. وفي الانا بتتحدث عن نفسها دي اتكلم عن نظريه التطور، وبيحاول يعملوا توفيق ما بين العلم والدين، محاولة عمل تصادم من العلم والدين. اللي هيخسر في هذه المعركة الدين، لأن زي ما قلنا في أمور علمية وصلت إلى مستوى الحقيقة، مش قضية إن هو برضه هو قال حتة غريبة جدا إن أنت داروين ده ملحد وقال إن الحياة خلقت بالصدفة، فأنت ما دام بتؤمن بنظرية التطور يبقى لازم أنت تبقى ملحد زيه. هذا الكلام غير حقيقي بعيدا عن إلحاد داروين. طب ما إحنا مثلا على سبيل المثال مؤمنين بكروية الأرض اللي ضحى في سبيلها برونو بحياته، وجاليليو اتعذب، وكوبرنيكوس. مش معنى كده ان احنا متفقين معاهم ان هم ربما تركوا الكنيسه او اختلفوا مع الكنيسه او اصبحوا ملحدين او حتى مسيحيين ايماننا بنظريه يعني ان الارض كرويه. مش معنى كده ان احنا مؤمنين بمعتقدات كوبرنيكوس او برونو او جاليليو ايا كانوا، سواء كانوا ملحدين او مسيحيين. فالقضيه في فرق بين القضيه وصاحب القضيه اللي انتجها، اللي انتج الفكره نشوء الارتقاء وربما في كانت حالات قويه وتلاشت، ده جوهر النظريه. التفاصيل ممكن يكون فيها خلاف وفي علماء اختلفوا، وعبد الصبور شاهين بيختلف. موضوع ان احنا اصلا والقرد ان احنا ولاد عم ولا مش ولاد عم، لا ان دول من اصل وان دول من اصل، ولكن ممكن نبقى مؤمنين ان في هناك قوه محركه، او زي ما يطلق عليها المحرك الاول في الفلسفه اليونانيه، او ان هناك خالق اعظم، وبين ان هو ترك الحياه تسير بشكل او باخر على مدى مليارات من السنين، ما كانش في عجله من امره. يعني مش الحياه مش هم ال 35 الف سنه اللي فيهم الانسان العاقل. فكره ان بقى ان هو اللي قاله بقى خلاص الموضوع اللي قاله عبد الصبور شاهين، وزي ما قلنا ترجعوا للكتاب، ان هو قال ان كان في بشر اللي هو انسان مستقيم القامه
من ملايين السنين، وهذا الامر اصبح يعتبر زي حقيقه علميه. ليه؟ لانهم وجدوا انسان التورندال ومش عارف الانسان بتاع اثيوبيا، وفي واحد في استراليا هياكل عظميه لما حللوها لقوها هو انسان مستقيم القامه، ربما الجمجمه مختلفه شويه، الحنجره مختلفه شويه، طريقه الاصوات كانت مختلفه شويه، يعني قعدوا يحللوا هذه الاجساد وانها ما كانتش ضخمه قوي زي ما بتقول الروايات اللي موجوده في السنه النبويه او حتى عند اليهود وفي العهد القديم والعهد الجديد. فكره بقى ان كان في اجسام 60 ذراع والكلام ده كلام فارغ كله، لان هذه الاجسام اللي هي من مليون سنه ومن 2 مليون ومن 3 مليون هي هيكل عظميه زينا ومستقيمه القام. ولكن وان ادم اتخلق من هذه الايه؟ من هذا البشر اللي هو كان ليه اب وام، وحواء كان لها اب وام. وبدا بقى هنا الانسان العاقل، وهو قال حتى ان نفخه الروح الشيخ عبد الصبور شاهين هي من اول البشر، وان كلمه ثم دي ربما تعني ملايين السنين اللي موجوده في الايات القرانيه، وحاول يفرق باللغويه ما بين فا وثم، وثم دي ممكن تكون ملايين السنين. خلاصه الموضوع ان الانسان العاقل، وكان الخناقه بتاعتهم في البيت بيتك ما بين زغلول النجار و عبد الصبور شاهين، ان هي فكره ان هم 35000 سنه، وزغلول النجار قال له 100000 سنه، وقال له ما فيش مراجع بتقول 100000 سنه، وان هم 35000 سنه على اساس ايه؟ على اساس ان هم وجدوا انسان يستطيع ان يعبر عن بعض الامور، يرسم على الجدران الكهوف، وبيحللوا طبعا هذه الجدران ويشوفوا عمرها الجيولوجي، بيبقى ممكن ربما في خلاف على 50 سنه 100 سنه، بس في النهايه احنا بنتكلم عن انسان بدا يفكر، او اللي هو الانسان العاقل اللي هو تقديريا حتى لو كان 100000 سنه، ان احنا بنتكلم عن انسان مستقيم القامه بقاله ملايين السنين، هذه نستطيع ان نحدث فيها شيئا يعني، حتى لو هم مش 2 مليون، 2 مليون ل 50 سنه ل 100 سنه، فاحنا بنتكلم في النهايه في حقائق علميه، وبنتكلم عن حقبه زمنيه بالملايين وليست بال 10000 السنين اللي هم ال 30 او ال 100، مش هتفرق كتير. اللي هم بقى الحياه البشريه من ادم حتى الان اللي هو الانسان العاقل اللي بدا حنجرته تتغير ويبدا يستطيع ان هو يخرج اصوات مختلفه، اللي هي تطورت لاحقا الى فكره الايه؟ اللغه. طبعا هو عبد الصبور شاهين متحيز للغه العربيه، وانها او اللغه نطق بها، وليه تفسيرات كتير في الايات، اللي هم ان هم بيحاول ياول ايات القران عشان تتوافق مع العلم، انما الاصرار على اصطدام الدين بالعلم هتكون خساره للدين مش خساره للعلم. والنقطة الثانية، واحد زي الدكتور عمرو الشريف اللي هو بيواجه الإلحاد بيواجهه من خلال التوفيق ما بين العلم والدين. فبرضه قعد هو طبعا كان من ضمن حكاوي لينا ان هو عمل كتاب اسمه أبي آدم، وانه قعد مع عبد الصبور شاهين قبل وفاته لمدة سنة، يتقابلوا أسبوعيا عشان هو ياخد منه الرأي الديني، يتشرب منه الرأي الديني. وفي نفس الوقت الدكتور عمرو شريف يقول لعبد الصبور الشاهين بعض الحقائق العلمية والأبحاث اللي موجودة في قضية التطور، والكتاب بتاعه مهم جدا، عمل كتاب اسمه أبي آدم، وعمل كتاب اسمه الأنا تتحدث عن نفسها، وإن هو بيحاول يوفق ما بين العلم والدين. ففي ناس كتير بتتكلم من مربع الإيمان زي قلنا عدنان إبراهيم وعمرو الشريف وغيرهم كتير موجودين على اليوتيوب بيحاولوا يوفقوا بين الايه؟ العلم والدين. تصادم العلم والدين يخسر الدين على طول. وزي ما قلنا هو بيواجه الالحاد عمرو الشريف بهذه الطريقه. ونشوف القرضاوي قال ايه في الشريعه والحياه، مقطع صغير كده نسمع كده. كل هذا ممكن. نعم طبعا فضيله الدكتور، يعني فكره التطور بحد ذاتها هل هناك في القران الكريم ما يعارضها او ما يناقضها؟ خاصه ان البعض يستدل بقوله عز وجل وقد خلقكم اطوارا في احسن تقويم، خلقك فسواك فعدلك، يعني يرى من خلال هذه الايات ان الانسان تطور وتطور حتى وصل الى ما وصل اليه. لا هذه ايات يعني محتمله، يعني عندما زي ما نقول الشيخ حسين جسد عندما تصبح النظريه دي حقيقه واقعه ممكن ناول يعني، وكما قال الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص القرآن، حينما تصبح القضية نظرية داروين مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني تصبح حقيقة قطعية، نضطر في الحالة دي نؤول آيات القرآن. إنما الآيات دي قد خلقكم أطوارا فسروها بأن يعني من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، يعني هذه الأطوار. إنما إذا لو أن هذه القضية أصبحت حقيقة علمية
فنستطيع. ولكن هذه شايفين الشيخ القرضاوي نفسه في الشريعة والحياة بيقول بس هم يوصلوا انها حقائق لا تقبل النقد. وهنأول الآية القرآنية، يعني هو بيقول ان في مساحة للتأويل لو ثبت ان هذه الامور حقائق. واحنا بنقول للشيخ القرضاوي هذه جزء منها اصلا، مش موضوع ان احنا والقرد دي ربما تكون قضية خلاف، انما ان الرواية اللي موجودة في الديانة الإبراهيمية أو موجودة في العهد القديم أو في العهد الجديد أو حتى تسربت إلى التفسير أو تسربت إلى العقل المسلم وأصبحت وكأنها حقائق دينية وثوابت، إنها إيه مش حقيقية. إن الإنسان عمره كبير جدا قبل كده، وإن كان في إنسان معتدل القامة، وإن آدم العاقل ده هو ليس أول إنسان على الخليقة، وإن جنة عدن دي أو الجنة اللي هو هبط منها هي جنة على الأرض وليست في مكان يعني متباعد عن المجرة أو الكرة الأرضية، هو مكان في الأرض ولكن له طبيعة مختلفة وله شكل مختلف، وده يتوقعه هل في عدن هل هناك يمين شمال ده موضوع تاني، إنما في النهاية الجنة دي كانت على الأرض، وإن آدم كان ليه أب وأم، وربما هو بداية الإنسان العاقل اللي بدأ يفكر وبدأ بداية التفكير هو بداية اللغة اللي هو علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال اسجدوا لآدم. المهم اللي إيه القصص، وجاب آيات كتير جدا وحشدها وأعاد تأويلها بشكل شيق، أعتقد أنه لازم يتعرف. ففي النهاية السخرية مش مطلوبة، التطور موجود، ربما نختلف مع بعض الأمور ونتفق مع بعض الأمور، وإن في ناس كتير جدا بتتكلم مربع الإيمان ومع نظرية التطور، وزي ما قلنا ارجعوا للفيديوهات الكتيرة الموجودة وارجعوا لكتب عمرو شريف، وإن احنا نقدر نقول آيات القرآن لتتوافق مع العلم عشان نمر من هذه التجربة بنجاح. ده بشكل أو بآخر حلقة النهاردة، إنما طبعا بدعوكم للدخول على النت وتنزيل كتاب أبي آدم، وإن آدم له أب وأم وكذلك حواء، ولكنه ربما يكون هو بداية الإنسان العاقل اللي وصل اللي احنا نعتبر سلالته، وإن كان في صراع ما بين البشر والإنسان. هو طبعا فرق بصبور شيئين بين البشر اللي هما كان إنسان مستقيم القامة ولكنه غير عاقل، كان وحشي أو كان حيواني وكان مفيش لغة، وبدأ الإنسان العاقل يتواجد وإن هو تدخله في مرحلة من المراحل، ولكن طبعا استطاع اللي هي نظرية النشوء والارتقاء الإنسان العاقل يبقى، استطاع إنه يقاوم الحياة يقاوم الطبيعة، والتاني مع الوقت تلاشى أو انهزم أو انسحق، وسلالة الإنسان العاقل هي اللي كملت لأنها قدرت تواجه الحياة. وطبعا كان في ديناصورات موجودة وهيكل عظمية للديناصورات يعني فيك وعمرها فعلا ملايين السنين، فاحنا بنتكلم ان فعلا كان في قضية نشوء وارتقاء موجودة، وهذا لا يمنع وجود قوة خالقة هي اللي ايه اطلقت الحركة الاولى اللي ايه لهذه الحياة اللي هو سماها اليونانيين المحرك الاول، كان ساكن وفجأة حصل حركة. بتوع الطبيعة بيقول هذا لا يمنع الإيمان، يعني في ناس بتوع الطبيعة دول أو بيقولوا إن هو البيج بانج أو الانفجار الكبير هو اللي حرك الحياة، وفي ناس تانية بتقول نفس الكلام حصل بس في محرك أول وفي خالق وفي قوة عظمى، سواء بقى الجد سواء الله سواء الرب أيا كان، في النهاية هذه القوة هي اللي إيه اللي دفعت الدفعة الأولى وبعد كده الكون بدأ يتحرك بشكل أو بآخر. التفاصيل بقى وتدخل في التفاصيل لاحقا ده أمر ربما يحصل عليه إيه عليه خلاف، إنما القضية ان هو المؤمنين بيؤمنوا بقضية التطور لانها تتوافق مع العلم، وممكن يكونوا ملحدين بنفس الطريقة، فلازم نوفق مش ننفي الايمان عن قضية التطور، لان هتخلي الناس لما هذه تبقى حقائق علمية للأسف الشديد يكفروا. فاللي بيعملوا عمرو شريف واللي بيعملوا عندنا ابراهيم اعتقد انه عمل جيد، واتمنى ان الشيخ عبد الله رشدي يرجع لفيديوهاتهم ويشوف اللي قاله عبد الصبور شاهين، لانه يبدو انه لم يطلع كثيرا على مثل هذه الكتابات، ويشوف اللي سمعه اللي قاله القرضاوي ايه، ويحاول بعض قدر الامكان ما يخليش العلم يتعارض مع الدين. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه. ما تنساش تشترك في القناه وتابع الحلقات السابقه وتنتظر الحلقات اللاحقه ان كان